بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني أخواتي الكرام، صلوا على النبي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي على قناة دروس إكرام التعليمية. في فيديونا لليوم سأشارككم فرض الفصل الثاني في مادة التربية المدنية لجانفي 2022 للسنة الرابعة متوسط. لنبدأ على بركة الله بالفيديو. الأسئلة: الجزء الأول، الوضعية الأولى، اشرح المصطلحات التالية: الحزب السياسي والخروقات، حقوق الإنسان. الوضعية الثالثة، كيف يتم إنشاء الأحزاب السياسية. الوضعية الثالثة، تضمنت وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مجموعة من حقوق الأفراد وحرياتهم. متى صدر هذا الإعلان؟ إليك مجموعة من الحقوق، صنفها وفق الجدول التالي: المساواة أمام القانون، حق العمل، اللجوء إلى القضاء، الحق في التعليم، حماية الأسرة، المشاركة في الانتخابات، حق الحياة، التمتع بالجنسية، حق الملكية، عدم التعرض للتعذيب والتحرر من العبودية. الحقوق عندنا هنا الحقوق المدنية والسياسية، وعندنا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إذا انتقلنا الآن إلى الوضعية الإدماجية أو الوضعية الرابعة. ترتكز الدولة الجزائرية على ضرورة حماية حقوق الإنسان المطلوب. أذكر جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر، أذكر ثلاث جمعيات فقط. الجزء الثاني، أثناء تجولك مع زميلك في الشوارع لاحظت وجود ملصقات على الجدران تحمل رموزا وصورا، فسألك زميل عليها فأخبرته أنها أسماء لأحزاب سياسية وطلب منك توضيحا. السندات: السند واحد، حق إنشاء أحزاب سياسية معترف ومضمون، المادة 48 من الدستور. السند اثنان، تعمل الأحزاب السياسية من أجل تنظيم وتأطير المواطنين. التعليمة: اعتمادا على السندين ومكتسباتك القبلية، اكتب فقرة من 12 سطرا تبين فيها أهداف، يعني دائما نبين فيها أهداف الحزب وأهم الأحزاب العاملة في الجزائر. هذا بالنسبة للوضعية الإدماجية، مع احترامنا للسندين والمكتسبات القبلية. إذا ننتقل الآن إلى التصحيح النموذجي. بالنسبة للتصحيح النموذجي، الجزء الأول، الوضعية الأولى، شرح المصطلحات. الحزب السياسي هو تنظيم سياسي يضم جماعة من الأفراد لهم نفس الأهداف والتوجهات السياسية. خروقات حقوق الإنسان هي انتهاك حقوق الإنسان، أي التعدي عليها وعدم احترامها. الوضعية الثانية، يتم إنشاء الأحزاب السياسية على النحو التالي: إيداع ملف تأسيس الحزب لدى وزارة الداخلية، توفر الشروط القانونية في الأعضاء المؤسسين منها الجنسية الجزائرية، بلوغ سن 25 سنة، التمتع بالحقوق السياسية والمدنية، تطبيق مجموعة من المبادئ، احترام الدستور والقوانين المعمول بها، عقد مؤتمر تأسيسي، تحديد اسم الحزب وعنوان مقره، استعمال اللغة الوطنية والرسمية في ممارسة نشاطه الرسمي. الوضعية الثالثة، صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948 ميلادي. الجدول: الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، المساواة أمام القانون، المشاركة في الانتخابات، اللجوء إلى القضاء، التمتع بالجنسية، عدم التعرض للتعذيب والتحرير من حق الحياة، حق العمل، الحق في التعليم، حماية الأسرة، وحق الملكية. جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر هي: الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، الجمعية الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية الجزائرية التابعة لمنظمة العفو الدولي، الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الطفل. الجزء الثاني، كتابة فقرة من 12 سطرا تتحدث فيها عن أهداف الحزب وأهم الأحزاب العاملة في الجزائر مثل ما قلت سابقا. أشكركم كثيرا على حسن المتابعة. دمتم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة. باي.